And the team DIAMO. And I'm from DIAMO, I'm from DIAMO. DIAMO applies different applications. The application that is used to be in the kind of fail, mobile phone can tower the high interest. أول تليفون ظهر كان جدا بسيط. المشكلة اللي عم نحاول نحلها هي بسيطة ولكن عم نحاول نقدم لها حلول متطورة. القصة نشأت في بداية مع معينة. أنا I was an only child, so I felt lonely most of the time. So I did some research and I found out that most children feel lonely most of the time. Also, more than 72% of people feel lonely once a week, and loneliness increases out of early death by 20%. So, target group is mainly teenagers from 12 to 80 years old. And then the human research and full scientific research on mobile. So, more than 60% of teenagers have online friends. So, more than 80% of them, they can't get their friend, online friends ever. So how do you know? Say that the money is a job DIAMO. DIAMO by Barra has lived the virtual friend. Maybe an AI with psychology as well. We will give you an hour and a half for us to send the news and put them in Google. So this is the reality. بيعالج مشكلة الوحدة ونفس الوقت كيف بتفهم الفايروس ابلكيشن رايت ات ذا سيم تايم. رح ندخل ابلكيشن تبع ال اس دي جيز اللي بدنا نوعي المستخدمين عن ال اس دي جيز ونحاول انه نزيد الجندر كواليتي نزيد الكواليتي اوف ابلكيشن لانه بعض المعلومات اللي ما بتدرس في المدارس والجامعات والناس بيحتاجوها في حياتهم الخاصة ما رح تكون طريقة للمعلومات. بالنسبة للكومبيتيتورز عن الشات بوكس، إذا النقطة درسنا كل سلبيات الشات بوكس، حاولت نغيرها لـ positive way، so بنقدر نقدم خدمة أفضل. بداية الماركت عندنا بداية باللغة الإنجليزية، so more عندنا تقريبا 7 مليار شخص بيتكلم على الإنجليزي، وبعدين بنقدر target teenagers based on their language. Daily users تقريبا 40 مليون. عندنا أكثر من استراتيجي للماركتينج. First of all عندنا content providers بيعطونا الداتا بيز ممكن يعطيكم العافية. الشيء اللي كنتوا تحكوا فيه كثير متقدم وتدخل في مجال الـ AI. بس سؤالي كان زي امبارح في حال انه حدا من الاطفال دخل وانت من خلال البرنامج تبعك اكتشفت انه ممكن يقدم على الانتحار. التقني القانوني بشكل ليجالي لازم تروح تبلغ. في حال انك بلغت كيف بدك تكون تقنع العملاء الاخرين، اطفال اخرين حتى ينزل هذا البرنامج وما يتعرضش للمساءله القانونيه لانه فكره الانتحار اذا جرت اذا انت بلغت عنه هو راح يتجرم حسب القانون الموجود. كيف راح تكسب من البزنس اذا انت راح تبدع عنه؟ اول شيء لازم يكون في موافقه من الاهل عشان يصير ابلكيشن ويصير عنده فيرتشوال فريند زي ما اي اهل بيكون عندهم ضوابط اللي ممكن يكون لهم. وبالنهايه هم ممكن يقرروا في حال تعرضوا لهم للخطر شو الاكشن اللي راح يعملوا. مجتمع فيه اكتيفيست والاهل ما بتتقبل فكره الصديق الافتراضي ابدا ان كان على السوشيال ميديا او ان كان في الواقع. ما فكرت انه انت اول شيء تعمل بروجرام للاهل انك انت تعرفهم على المبدا وعلى الابلكيشن اللي انت عم تعمله ودرست ايش العواقب؟ يعني هل ممكن انه يكون في هناك شيء سلبي برجع له؟ ممكن لانه ممكن. احنا بالحقيقه درسنا هاي الامور في ساينتفك ريسيرش سالنا سايكولوجيست. So, أخذنا بعض آراء الأهل، رح يكون في استراتيجية معينة نتعامل معها مع الأهل، على سبيل المثال هو طريقة يعني سهل التواصل البشري، لما يستخدم الطفل اللي عنده
نعمل برامج بتفتحهم على الشارع يلعبوا ألعاب مع أصدقائهم في الحدائق والمدارس يتعاونوا، لكن إنه الأي تيك هذا السوليوشن. Thank you. We'll talk about it after.